مشاهدينا الكرام، متابعينا متتبعينا، نستمر في إجراء اللقاءات بعد نهاية بطولة الجاليات في نسختها الخامسة، البطولة التي أتعبت الكثيرين لكنها فرحتهم بنجاحاتها في الختام. نيجيريا تتوج بطلة لأول نسخة على حساب الجالية البرماوية. في هذه اللحظات يسعدني أن أستضيف أحد العاملين في هذه البطولة والجنود الذين حينما تذكر جهودهم تشكر ويقدم لهم الشكر الجزيل، الأستاذ عويد بن عبد الله السلمي. مرحبا بك أستاذي. في بداية الأمر أبارك لكم نجاح البطولة، بطولة جاليات مكة في نسختها الخامسة، تقدم مشهدا جماهيريا رائعا لم يسبق مشاهدته في مكة المكرمة إطلاقا. مرحبا بك، أهلا وسهلا، والحقيقة النجاح للجميع وشكرا على هذا اللقاء. بطولة الجاليات والحضور الجماهيري، لأن الحضور الجماهيري كان ملح البطولة، هل كنتم تتوقعون هذا الحضور الجماهيري بالذات في المباراة النهائية اليوم، الرقم اللي كان كبير وكبير جدا؟ الحقيقة الجمهور أسعد الجميع، حضور بهذه الكثافة أسعد الجميع، ونجاح للبطولة، والبطولة من السنين الماضية وهي يعني يزداد فيها الجمهور إلى أن وصل إلى ما وصل إلى الحمد لله في نهاية البطولة، هذه البطولة الخامسة في المباراة الختامية، وصل العدد ما شاء الله يفوق 3000 إلى 4000 إلى 5000 تقريبا الله أعلم، فهذا مما يدل على نجاح البطولة وعلى نجاح القائمين على هذه البطولة وعلى نجاح كل من شارك في هذه البطولة من قنوات إعلامية وخلافة وصحافة وتلفزيون، قنوات رياضية أيضا في القناة الثانية الرياضية، نشكر على حضورها، والحمد لله هذا نجاح للجميع وجهود جبارة تبذل من قبل اللجان المشاركة في هذه البطولة من السابق واللاحق إلى القادم أجمل إن شاء الله. سادي، يعني كان هناك عزوف من قبل رجال الأعمال وحضور مجموعة ريدان ممثلة في الدكتور منصور بن عضل السلمي، الرجل الذي دعم هذه البطولة بماله وبحضوره على صعيد معنوي. حضور أو تغيب رجال الأعمال، هل الدعوات لم توجه إلى رجال الأعمال قبل انطلاقة البطولة، ما أنه كان غيابا متعمدا ربما من فئة رجال الأعمال الذين كان من الواجب في حقهم أن يدعموا بطولة بحجم جاليات مكة في نسختها الخامسة لما لديها من أهداف وعدد من العناصر التي تهدف كذلك إلى رقي الشعوب والترابط والتآخي وما إلى ذلك؟ الحقيقة لو علموا رجال الأعمال في مكة عن مدى نجاح هذه البطولة وعن مدى الثقافة التي وصلت إليها هذه البطولة بين شعوب العالم الإسلامي وهم الجاليات المكونة وهذه السنة من 12 جالية، لو علم ما فيها من نجاح ومن دعم للرياضة، ولكن للأسف الحقيقة الدعم المؤسسات الخاصة والعامة الخاصة في دعم الرياضة قليلة جدا، حتى في الدوري السعودي نراها أنها تحجم عن هذه، لكن الحقيقة في جهود جبارة بذلت من الأستاذ عيد في السنة الماضية والسنة هذه اللاحقة، ودعا يعني ووفق في جلب رعاه من جدة، العام الماضي كانت شركة الجهني والسنة هذه ريدان، والحمد لله، ولعل القادم إن شاء الله يعني إحنا من هذا المنبر ندعو رجال الأعمال في مكة بالذات، يعني لا نتخطى رجال الأعمال في مكة إلى أن نصل إلى جدة وخلافه، ندعوهم إن شاء الله للمشاركة، وإن شاء الله العام القادم إن شاء الله حتبذل جهود مبكرة لدعوة رجال الأعمال إلى رعاية هذه البطولة، لأن إن شاء الله نجد رعاه وبالتوفيق إن شاء الله. أخيرا أستاذ، يعني السنة الماضية هل تم وضع مقترحات من قبلك شخصيا وحتى بعض المنظمين أو العاملين في اللجنة المنظمة للبطولة، هل تم اقتراح بعض الأمور ليتم اعتمادها في البطولة المقبلة في البطولة القادمة؟ والله الحقيقة الاقتراح مستمر، احنا الآن قبل ما أجيك الآن بخمسة كنا جالسين نتحدث مع رئيس مجلس الإدارة، في بدأنا من اليوم يعني تقريبا لتخطيط للبطولة القادمة، ولعله يعني اللي نناقش اليوم الآن يعني استعداد لهذه الجماهير القفيرة اللي حضرت اليوم، ومدى يعني ملائمة الملعب من خلافه أو أنه إيجاد ملعب بديل أو كذا، والتخطيط مستمر وإن شاء الله القادم أجمل، وسوف ترون بطولة في السنوات القادمة إن شاء الله يسعى لها الرعاة بشكل كبير جدا من حيث لا يدعون، هم يسعون لها لأنه هي الحمد لله حققت نجاح ونجاح ونجاح باهر لله الحمد. شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا على قناتكم قناة خ
خالد بازيدان، وشكرا على جهودكم في هذه البطولة ونجاحكم، أنتم نجاح جميل للبطولة هذه ونجاح البطولة من نجاحكم، وشكرا للجميع. وفي البداية وفي الختام نشكر جميع أعضاء اللجنة المنظمة في هذا البطولة، رأسها الأستاذ خالد الصبياني والأستاذ عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة، وقبل ذلك الأستاذ عيد السلمي مدير عام البطولة، وكافة أعضاء اللجان وكافة أعضاء اللجان المشاركة في البطولة. شكرا لكم جميعا على هذا اللقاء، وشكرا شكرا شكرا.